في الحقيقة يمكن في شهر رمضان اللي فات زميلنا محمد الشاذلي كان عامل سلسلة حلقات مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، اتكلم فيها عن رحلته مع القرآن الكريم وعن المدارس المختلفة في تلاوة القرآن. تعالوا نتذكر يعني جزء من هذه السلسلة من اللقاءات اللي عملها محمد الشاذلي ونرجع ونكمل معكم الكلام. مولانا أهلا بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر. احنا ختمنا الجزء الأول وإحنا بنتكلم عن مولانا الشيخ محمد رفعت، وحقيقي هو تقصير مني والناس لمتني كمان، إزاي ما نسمعش صوت حضرتك وإنت بتقلد الشيخ محمد رفعت؟ أنا قلت لحضرتك طبعا ده شيء مجهد جدا ومتعب، ولكنه هو حلية ويعني تاج على رؤوسنا نفتخر به إذا ما حاولنا محاكاة الشيخ محمد رفعت. أنا بأرى أن بعض من يقلد صوت الشيخ محمد رفعت يحاول بقى يعني يخنف صوته ويقرأ من الأنف، ولكن أنا واحد من الناس لما بحب أقلد الشيخ محمد رفعت بقلده بصوتي أنا، يعني هي محاكاة للشيخ، ولكن مش لازم بقى أعمله زي ما هو موجود في الشريط وكلام زي كده، فيعني أحاول أجتهد أن أنا أقدم نموذج كده. أداه ودود يا مولانا، تفضل. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. ما شاء الله، فتح الله لك. دايما يا مولانا خامة صوت العريضة يقال ان هي أداة طيعة، يعني يقدر صاحب هذه الخامة، واعتقد ان حضرتك برضو من اصحاب خامة صوت العريضة، يقدر يقول كل المقامات، يقول كل الجوابات بمنتهى الأريحية، ما فيش مشكلة. لكن اللي صوته رفيع مثلا او ضعيف، ده ما يقرأش قرآن؟ لا يقرأ. ما هو سيدنا الشيخ عبد الباسط كان من الأصوات الحادة، ومع ذلك يعني رجل نشر القرآن في ربوع العالم، وأكثر الناس تأثروا بسيدنا الشيخ عبد الباسط. لكن أنا بقول لحضرتك المساحة الصوتية تقاس من القرار إلى الجواب، فكلما كانت المساحة واسعة كلما حضرتك تحركت في هذه المساحة بحرية، لكن كلما كانت المساحة ضيقة من منطقة القرار إلى منطقة الجواب، منطقة ضيقة، فبيكون التحرك فيها صعب جدا. فأصحاب الأصوات العريضة دائما بيشبعوا الأذن بقراراتهم، وكما أن الجواب يمتع ويشبع فأيضا القرار يمتع ويشبع. ولذلك يعني احنا بنعتبر القرار هو أرضية الدخول إلى الجواب، وكانوا دايما يعلمونا من لا قرار له لا جواب له، اللي ملوش قرار ملوش جواب، لكن كلما كان قرارك عريض كلما كان لك جواب وجواب الجواب. لكن الصوت الحاد دائما تجد أرضيته في القرار ضيقة جدا فغير مشبعة للأذن، لذلك تجده لما بيبدأ من منطقة عالية، يعني بدل ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي دليل على إن عنده قاعدة قرار كويس. لكن التاني الحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتجد دخل في منطقة تقارب منطقة الوسط ويزيد. شهر الصيام على الأيام قد فضلا
حقا وفيه كتاب الله قد نزل. طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه. وليلة القدر فيه الإله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد نزل.